الدخان اخوتي بعد ما غادي يعمر. ما تبارك الله غادي نبداو نشربو كيبداو يتعرفوا عليها. لا يلا غادي تبيض. شوف شوف شوفوا الجماليه. شوف شوف اللهم بارك استرالوب الابيض. اللهم بارك. ها هما بدا كيدوز ليهم الماء. لاحظوا معايا فيهم ها هما كيعمروا ها هما كيعمروا ها هما كيعمروا. ها الاولى هودات ها الثانيه هودات ها الثالثه هودات. هاي خصها تقطع. هادي باقا ما قطعت. هاي قطعت لاحظتوا معايا هاي هاي كتقطع شويه بشويه. هاي قطعت صافي ما زادتش مازال حتى هادي قطعت. ها دابا هادي بلي كتخوى من الماء عاد كيشرب الدجاج عاد كيشرب صافي كتولي تعمر راسها كتولي تعمر. وانا الاخوان دابا غادي تبقى لينا التجربه باش نعرفوها ناجحه 100% هي اننا نجربوها على الدجاج. واش الاخوان السلام عليكم. تحيه لكم كاملين تحيه جميع المتابعين ديالنا ان شاء الله داخل الوطن وخارج الوطن. الاخوان ديالنا هذه هي النتيجه اللي غادي تحصلوا عليها من بعد ما غادي تتبعوا ان شاء الله الفيديو حتى الاخر. طريقه صحيحه علاش كاين بزاف ديال الحوايج اللي خصكم تعرفوهم اللي هما مهمين اللي ضروري خصك انك تتبع الفيديو حتى الاخر باش تستافد انت تعرف المعلومه صحيحه. اول حاجه هو طريقه ديال الثقب المسافه فين كتختلف كيفاش غادي نقومو بالتركيز ديالها في هاد البيدون ديال الماء يعني في هاد البرميل ديال الماء. الطريقه ديال التركيز ديالو وبدون سيلان ديال الماء هنا بدون سيلان ديال الماء فهاد البلاصه هادي. هادشي كامل الاخوان اللي غادي تعرفوه داخل الفيديو ان شاء الله. لذلك ما تبخلوش علينا بارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم وتبعوا معنا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله باش هتستافد. راه تستافد الا ما تبعتيش راه غاتستافدش لان كاينين المراحل يجب عليك اتباعها طريقة يعني صحيحة. هادشي الاخوان ديالنا اللي بغينا نوصلو لكم ان شاء الله. دابا غادي تشوفوا معنا ان شاء الله في المرحلة الاخرى بلي غادي نعطيوهم الدجاج باش يشربوا منهم كيفاش غادي يشربوا. واحد القضية شحال من واحد غادي يبغي يسولني هذا السؤال وعارفه غادي يسولني على حساب ان القناة فيها اكبر عدد ديال الاخوان ديالنا اللي ملوعين بالطيور وبالبغوات. واش غادي تصلح الفراخ؟ هي غادي تصلح الفراخ ان شاء الله. الناس اللي عندهم المسارح اللي عندهم لي فولير اللي عندهم المسارح ديال الفراخ صالحه ليهم بزاف. علاش؟ الماء دائما الاخوان ديالنا كيبقى نقي بلي كيشرب الفرخ بلي كيشرب البيروكي او الفريخ كيف ما كان النوع ديالو واحد كميه الماء كتولي تعمر هذه عاوتاني اوتوماتيك يعني. ويمكن لك تسافر مده 5 ايام 10 ايام على حسب العدد ديال الطيور اللي عندك يعني. هذه كتبقى عامره يعني تقدر دير 3 تقدر دير 4. بالنسبه واش هذه هاد الشرابه هادي اولا هاد البياسه هادي الاخوان ديالنا واش يمكن لنا نديروها في بيدونات 5 لتر؟ اياه يمكن لك دير فيها ديرها في بيدونات 5 لتر. يمكن لك ديرها في بيدون ديال 100 لتر ولا 40 لتر ولا 50 لتر. فقط انك تتبع المراحل اللي درنا ويمكن لك تطبقها على اي حاجه ان شاء الله. المهم الاخوان ديالنا كان معكم اخوكم مصعب فلوكينغ بورد كيف العاده اخوتي كنجيب لكم الجديد. المهم قضيه اخرى الاخوان ديالنا قبل ما ندخلوا راه يمكن لك هتقول لي واش عي 3 بركه ولا جوج بركه. شوفوا اخوتي انا على حسب البلاصه اللي عندي وعلى حسب البوزيسيون يعني المكان والطريقه اللي غادي نقوم بالتنزيل ديالها باش انا عملت 3 يعني. يمكن لك دير مثلا 3 4 5 6 تقدر دير لك حتى 6 7 وغادي تشوفوا معنا كيفاش غادي نقومو يعني بالتطبيق ديالها على الدجاج. وما تبخلوش علينا اخوتي بارطاج مع الاصدقاء ديالكم خلينا كومونتيرات تكون الراي ديالكم كيفاش جاتكم واش واعره ولا لا واش مفيده بزاف. لذلك بارطاج مع الاخوان ديالكم كتعمل فائده. والسلام عليكم اخوان ديالنا. تحيه لكم كاملين تحيه جميع المتتبعين ديالنا ان شاء الله. اخوان ديالنا هذه هي البيدونه اللي غادي ندير ليها 3 شرابات. يمكن ديروا وحده هنا وحده هنا نقدروا نديروا واحد 4 ولا 5 ولا 6 ولا 7 على حسب الطريقه كيفاش غادي نحط انا هذه. المهم دابا حاليا باش ما نطولش عليكم دابا غادي ندير 3 ان شاء الله. كاينه طريقه كيفاش يعني ندير لهم بلاصتهم انا غادي نشرح لكم ولكن بامكاننا نستعملوا اسهل طريقه اللي يقدر اي واحد
يقوم بها او يديرها في الدار ديالو، يعني ببساطه بلا ما تجيه صعيبه. ان شاء الله نعطيكم الاثمنه ديالهم الاخوان ديالنا، الاثمنه ديالهم ها هما، الثمن ديالهم ثمن 20 درهم باش شريتها انا، ها هي 20 درهم فهمتوني، وهذه كدير هذه انا شريتها ب 10 دراهم. المهم دابا اخوتي غادي نبداو في عمليه ان شاء الله. الاخوان ديالنا هذا من حصلت عليه، هذا هو باش غادي ندير الثقب، ها هو سهل. هذا اخوتي هو البريك، وهاد البريكي هذا واحد ما خدامش ومحتفظ بهاد الحديده ديالو على حسب العبار ديال هادي، العبار ديال هاد البلاصه هادي، هاو نفس العبار، شفتوا كيفاش نفس العبار، نفس العبار هاو. دابا انا غادي نقوم بعمليه ديال نسخنوها بعمليه ديال الكي، نقوم بالاحماء ديالو بالنار، وعاد نوريكم كيفاش غادي نقوم بالتركيب ديالها. هنا تبعوا معايا حتى الاخر، لان الا درتي غلط واحد غادي يبقى يسيل لك الماء من هاد الجناب هادو، وغادا تبقى تخوالك في نهارها. اهم حاجه اللي خصكم تعرفوها مازال هي اننا كنرشمو البلايص اللي غادي نديرو فيهم هاد الشرابات، يعني يكون التباعد تقريبا واحد 10 ديال السنتيم ما بين وحده ووحده، باش كل دجاجه تقدر تشرب بالحريه ديالها وحده اخرى، لان كيكونوا الكتفين عاوتاني متباعدين، الا كانوا قرابين الدجاجه الاخرى صعيب باش تشرب هنايا، يعني هذه اللي كتشرب هنا كتزير على هذه، هذه ما تبقاش تبان ليها. لذلك 10 سنتيم 10 سنتيم بهذه الطريقه هذه. ها انا قرب لكم اخوتي بهذه الطريقه، هيدا خصهم يكونوا تقريبا هكذا، تقريبا 10 سنتيم 10 سنتيم. اوكي دابا غادي نبداو عمليه كيفاش غادي نركبوهم. دابا غادي نعليها اخوتي باش نخدم مرتاح، جيبوا اي حاجه نحطوها عليها بهاد الطريقة هادي. ضروري باش نفهمكم واحد القضية، ضروري الوعاء خصو يكون يعني الفم ديالو واسع. علاش اخوتي باش يكون الفم ديالو واسع؟ باش نقدرو نخشيو يدنا، لأن ضروري هاد العملية غادي نديروها في الأخر وغادي نحتاجوها. تبعو معايا، شنو نقول لكم تبعو معايا حتى الأخر الإخوان ديالنا. ها شوفو مزيان شنو غادي يوقع هنايا. العلامة اخوتي ها حنايا، اختار اي بلاصة، الاولى اختار اي بلاصة بغيتي. انا مثلا حاولوا الاخوان ديالنا ما نديروهاش عالية، حيت الا درتيها عالية هاد المنطقة اللي فيها الماء تقريبا واحد ايطرو هنايا ديال الماء ما غاديش تستافد منه، دائما تكون تقريبا في القاع ديال البرميل، تقريبا في القاع ديال البرميل. انا اخوتي القاع ديال البرميل، بارطاجيو الاخوان ديالنا لان الناس باغا تستافد من هادشي. هذا اخوتي هكذا القاع ديال البرميل، حاول نطلع واحد شويه. المهم القاع ديال البرميل هكذا، هذا هو المستوى. واخا تجي وحده طالعه شويه على الاخرى وحده هابطه ماشي مشكل، حنا نثقبوا دابا الاولى وغتشوفوا كلشي على عينيكم. باش نقول لكم واحد القضيه، بلي جيو نثقبوه ما نحاولوش نبقاو نحركوا هذا، لا ثقب حيد. ها ها ثقب حيد بالزربه، لاحظتوا معايا هاي نفس العمليه خوتي، غادي نشد وغادي نخشي هذا، ها هو شوفوا كيفاش كيتخشى كيتخشى. انا خوتي نمشي معاه هاتي عيب شويه عيب شويه، بقى ندور 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 وانا كندفع. ها ها صافي، هذه هي العمليه اللي بغينا نوصلوا ليها هي هذه. دابا انا غادي نوريكم اللي غادي نركب نركب لي حداها، غادي تشوفوا كيفاش غادي تجي. هادي نرشموها، نركبوا وحده بوحده وحنا غادي كنرشمو. نرشم هذه هنا، ها هي بهاد البلاصه هذه، ها شفتوها نهبط شوية لتحت. دابا أنا بلي غادي هبط هنا لتحت، حيت إلا جيت هبطت لتحت هنا، إلا ثقبت من هاد البلاصة جات الدائرة بهاد الطريقة هادي، أنا نفهمكم، إلا جات الدائرة بهاد الطريقة هنا البرميل في القاع عندو الوسط ديالو طالع واحد شوية، غادي يجيني معذب في الرشكة اللي غادي نديرو من الداخل، لذلك أنا ما غنثقبش هنا، غادي نثقب فوق منه. شوفوا
سبحانه. في البلاصة ما تعطلوش، الا تعطلتيها تعطلتوا الاخوان ديالنا تعطلتوا تخسر الثقبة، الثقبة كتخسر. ها لاحظوا معايا، باقي ما كملناش، لاحظوا كيفاش كتجي 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 مزير. ها هذه شويه جات مرخوفه، لاحظوا معايا، شوفوا هذه شوفوا هذه شوفوا هذه غير كطل، ولكن واخا هكاك راه جات مزيان. دابا غادي نزيدوا وحده اخرى طق بالزربه. بلاتي بلاتي، اهم حاجه اللي هي داير عليها الفيلم كامل شنو هي الاخوان، هو ان حتى شي قطره ما خصها تنزل من هاد البلايص هادو. لاحظتوا معايا حتى شي قطره ما نازله من هاد البلايص، ها هما عامرين، حتى قطره ما نازله، حتى قطره ما نازله اخوتي هانا. وضروري شوفوا، ضروري كاين واحد الحقاديه مهمه مهمه بزاف مهمه، كيفاش غادي نحطوا هاد البرميل، واش غنحطوه منه للارض، واش المستوى اللي غادي نعليه، وشنو هو المستوى، هادشي كامل غادي تعرفوه في الفيديو. لذلك تبع الفيديو حتى الاخر وبارطاجيوه الاخوان، بارطاجيو 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 باش تستافدوا معنا مزيان. المهم دابا ان شاء الله غنعطيوها للدجاج وغادي تشوفوا كيفاش غادي يتفاعل مع هاد الدجاج. دابا الخوت شنو غادي نحاول انا ندير، انا غادي نوريكم دابا هنا على برا، هذه هي نفس العمليه اللي غادي ندير انا لداخل في وسط البرميل. غادي نحاول نجيب هذا ويجي هنا ويدور، ولكن اخوتي اللي بغيت نقول لكم هو ما خصوش يطيح عوج على الروشكه ديالو، يعني على داك اللولب اللي عنده هنا، خصو يطيح عبار عبار، بقى غادي هود 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 اخوتي، كيبقى هود هود وهو هود كيتزير. ها كيبقى نزيروه 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 حتى كيوصل لهاد الكومه هادي، كنزيرو واحد شويه باش ما كتبقاش المساحه ديال الماء انها فين تلقى فين تخرج، متفقين؟ هادي اللي غنديرو دابا، غادي تشوفوا بلي غادي نعمرو بالماء، واش غادي واش غادي يسيل ولا لا، هذيك هي اهم حاجه. علاش تبعوا حتى الاخر دقه بدقه باش ما تغلطش، باش ما تغلطش، حيت الا غلطتي ضاع لك البرميل، الا غلطتي الاخوان غلطتو راه ضاع لك البرميل، اما هادو راه ما كيضيعوش، كيضيع لك البرميل كيخصك تعاود تصاوب تصاوب، الا شريتي برميل كبير ولا هادي درتي الغلط. نصيحه كما نصحتكم، استعملوا هذا ديال البريك، نفس العبار ديالهم نيشان، احنا سهلنا عليكم. ودابا نبداو على بركه الله، غادي دخلت بزربه ولكن ان شاء الله شوف لاحظوا معايا خوتي. المهم دابا ها هو الماء، غادي نعمرها دابا قدامكم، هي محلوله ولكن ما خصوش الماء يخرج، يعني نورمال غادي يبداو يعمروا، انا غادي نوريكم غادي تكب الماء، ولكن ردوا البال معاهم لانها خاصها باللي تعمر اوتوماتيك تقطع، يعني خاصها دير طق تقطع الماء، واش فهمتوني؟ خاصها اوتوماتيك دير طق تقطع الماء. ردوا البال معاهم، انا غادي نعمر بالزربه. ها هما بدا كيدوز ليهم الماء، لاحظوا معايا فيهم، ها هما كيعمروا ها هما كيعمروا ها هما كيعمروا، ها الاولى هودات ها الثانيه هودات ها الثالثه هودات، ها هي خاصها تقطع، هادي باقا ما قطعت، هاهي قطعت، لاحظتو معايا؟ هاهي هاهي كتقطع شويه بشويه، هاهي قطعت صافي، مازادتش مازال، تا هادي قطعت. ها دابا هادي بلي كتخوى من الما، عاي كيشرب الدجاج، عاي كيشرب صافي، كتولي تعمر راسها، كتولي تعمر. هانا الإخوان، دابا غادي تبقى لينا التجربة باش نعرفوها ناجحة 100%، هي أننا نجربوها على الدجاج. انا اخوتي بعد ما غادي يعمر، بعد عمر اخوتي غادي نسدو. الاخوان ديالنا سير 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 الاخوان ديالنا، احنا الاخوان ديالنا اهم حاجه هي التجربه هذه، احنا يلا نحطوها في بلاصتها. آه الله، واحنا الاخوه هذه هي التجربه ان شاء الله. دابا ها هما دابا كيشوفوا فيها، راه خايفين منا ما زعميش، لان اول مره حطيتها لهم. واخ دابا غندوزو للحوايج اللي مهمين في هذا الشيء هذا كامل.
في هذه الخدمه هذه باش غادي تحطوها هكذا. يمكن لينا الاخوان ديالنا نعلقوها في الحيط مثلا، نديروا لها شي لعبه ونعلقوها من اليد لهي. راه هي بغيتو ديك الساعه ندير لكم شي فيديو قصير كيفاش ندير نعلقها اللعبه. هي كنديروا شي سطل ولا نديروا مثلا اربعه ديال الجورات على حساب المستوى. المستوى اخوتي نقدروا نزيدوا على هذا المستوى مثلا بواحد 5 سنتيم ولا 8 سنتيم، نزيدوا على اللواء على حساب ان الدجاج راه المسافه ديالو يعني العلو ديالو راه اكثر من داك الشرابات اللي في كاينين شرابات. هذه اهم حاجه. علاش كل ما كانت عاليه اخوتي باش يبقاو ديما الشرابات نقيين، ما فيهم لا تراب لا غبره لا حتى شي حاجه. دابا عاد الدجاج غادي يعرف فين يشرب صافي، لان اول مره نحطها لهم. ها انتم كتشوفوا على مباشره اخوتي، دابا الدجاج كيتسنى انه يبدا يشرب. ها يشوفوا وحده بدات كتشرب صافي، ها هي هذيك راه ضاقت الماء راه هي داك سبلاش، هذه سبلاش، ها هي سبلاش. ما تبارك الله غادي نبداو يشربوا، نبداو يتعرفوا عليها. شوف شوف الجماليه ديال اللون ديالها، شوف غاديين كيشربوا. اللهم بارك. الفائده من هاد الشرابه ان الماء دائما عندك متوفر جديد وديما نقي. ثاني حاجه الماء ما كيتوسخش، كيف ما كنت كندير مثلا سطل عامر بالماء كنلقاه يوميا كيتوسخ، خصني يوميا نبدل. يمكن اخوتي كان الماء ما كتبدلو على 5 ايام على 4 ايام ما تبدلو حتى يخوى، حتى تخوى كتفتح فقط داك الغلاقه هذيك الغلاقه ديالها وكنكبو الماء. ان شاء الله الاخوان ديالنا نتمنوا ان الفيديو نال اعجابكم، تكونوا استفدتوا معنا. اللهم بارك. يلا بداو كيبيضوا من هذا المنبر وريكم، يلا بداو كيبيضوا. ها هما شابري السيرفيس هنايا، ها هي شابره السيرفيس هذيك باغا تبيض وهذيك كذلك باغا تبيض. شوفوا هنايا، ها هما هنايا واحد ربعه د البيضات. اللهم بارك. ها هما اخوتي ربعه د البيضات، ها هما هنايا واقيلا راه بداو كيبيضوا هادو. واش بيضات ولا باقي؟ اجي انت اجي. الزحام. الله 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 الله، نقزات. انا قلت صافي هرسات البيض. مسكينه الدجاجه ريشوها الفرارج في كثره التلقيح. مزيان انا هادو ملي يلقحوا مع الكحل راه كيعطيو الالوان. هادي باغا تبيضها، شوف شنو دايره، شوف شو على جماليه، شوف على جماليه، شوف شو على حنانه، شوف شوف. اللهم بارك. شوف شوف الجماليه، شوف ما عرفتش واش دارت شي بيضه ولا لا. لا يلا غادا تبيض. شوف شوف شوفوا الجماليه، شوف شوف. اللهم بارك. استرالوب الابيض، اللهم بارك. المهم اخوان ديالنا حتى لهنا راه سالينا الحلقه ديالنا. ان شاء الله شربه راه خدمتنا بطريقه ممتازه. كاين عده طرق نقدروا نديروا بها شرابه اوتوماتيك ان شاء الله.